معنا على تليفون دكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التنمية الزراعية. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية، تنمية سيناء زراعيا نقطة مهمة جدا، ويعني مشوار كبير جدا قطعناه في سيناء. أهم المشروعات التي تجري على قدم وساق الآن في سيناء من أجل تنميتها زراعيا. أنا بشكرك على المقدمة الجميلة اللي سيادتك فيها عن سينا. تقريبا أنت يعني لخصتي معظم يعني الأشياء في سينا، هو تقدمها الشكر جميلة جدا. والله، كل الشكر لحضراتكم اللي بتعملوا يعني على والله الأرض احنا، واقع جديد جميل جدا. ولكن يعني كان نفسي كده إن يعني إن الكلام الجميل ده تكون يعقبه مشاهدة على الطبيعة، إن الطبيعة يلا ننزل مع أحسن بعض، نروح هناك على من الطبيعة. يعني حضرتك لما تنزلي سينا هعتبرها وتشوفي دعوة، هعتبرها يا فندم دعوة. وتشوف الاشجار وتشوف الزرع، يا ريت. يعني جنه جنه الله في ارض ان شاء الله سينا ان شاء الله. طبعا سينا طبعا دي من اهم مناطق التوسع الافقي في مصر. يعني بالامس القريب كان فخامه الرئيس بيتابع مشروع تشكر خير، والنهارده بنتابع مشروع التوسع الزراعي في سينا. سينا زي ما سعادتك قلتي دي ارض عايزه عينا كلنا، واحنا كلنا مصريين، ليس خاصه بسينا بالسينيين لوحدهم، ولكن هي ارض مصر كلها. الارض دي طبعا تمتلك كثير من مقومات النجاح في الانتاج الزراعي، نظرا للمجهود الكبير قوي للدوله المصريه عملته على مدار 10 سنوات من 2014 حتى الان. الارقام، عايزين نعرف الارقام، كيف الارقام كانت وكيف اصبحت؟ انا يعني هدي رقم بسيط جدا، يا رب ان يلا. الارض الزراعيه كانت في المنزرعه في 2014 كانت حوالي 102 الف فدان منزرعه. الان في 22 23 المنزرع حوالي 285 الف فدان، 300 الف فدان ده منزرع فعليا، بالاضافه الى عندنا 500 الف فدان جاهزين داخلين في خطه الزراعه ان شاء الله. دولت هيتروا على ميه محطه معالجه مصر في البحر البقر. رقم 500 الف فدان ده يعني رقم كبير جدا. الفدان اللي بيتكلف حوالي 300 الف جنيه عمليه اصلاح الفدان الواحد 300 ايوه الف جنيه عشان نعمل له 300 الف عمليه جنيه، اصلاح. لان الفدان ده 500 عباره الف عن فدان بقى، يعني 300 رقم الف جنيه كبير. فرقم في 500 الف ده بس عشان بس يعني اخلي الارض تحاول تتحرك من صفراء الى ارض منزرعه. عشان ارض منزرعه لازم يكون في بنيه تحتيه في الاساس. عشان كده الدوله المصريه انفقت ما يزيد على 700 مليار او 750 مليار في البنيه التحتيه والاساسيه لتنميه سيناء، متمثله في الانفاق، شبكه الانفاق اللي اتعملت، شبكه الطرق العملاقه، المطارات، المواني اللي موجوده، محطه المحسمه، محطه مصر البحر البقر. المحطات دي انصرف عليها مليارات من الجنيهات. هذه المليارات بتترجم الان الى مولود جديد هو الارض الزراعيه اللي هتنبت الخير ان شاء الله. متوقع ان شاء الله لما نزل 500 الف فدان قمح ان شاء الله، يعني الفدان يجيب 3 طن في 500، يبقى كده مليون ونص طن قمح دخلوه هيدخلوا ان شاء الله ان شاء الله في إن شاء الله. الحصيده نورمه المحفظه الاقتصاديه الزراعيه في مصر. أرقام مبشرة جدا يعني. جدا يا فندم، أنا بقول لك الواقع يعني على الأرض غير اللي أنا بقوله، يعني سعادتك لما تنزلوا هناك وشوفوا شبكة، عشان نوصل شبكة المية بس من محطة مصر في البحر إلى المشروع العملاق ده محتاج مد مواسير، الماسورة قطرها 2 متر و20 سنتي. دي أربع خطوط تحت الأرض وبعدين ماشية في عكس الاتجاه، مش في الجرافيتي، في عكس اتجاه المياه، محتاجة محطات رفع. كل دي اموال طائله ومجهود ومهندسين وعمال وكده غيار، وكل دي دوره انتاجيه شغاله عشان اوصل الميه للارض الزراعيه، عشان المواطن المصري يقدر يزرع الارض الزراعيه، عشان المستثمر المصري يجي يخش على الارض، يخش عليها ازاي؟ بدون بنيه وبدون طرق وبدون كهرباء وبدون مواصلات وبدون مستلزمات انتاج مش هيشتغل. لازم الكادر السياسيه كان عندها وعي ونظره ثاقبه، لازم الاول توفر البنيه التحتيه ومستلزمات التشغيل، بعد كده نخش على اصلاح الاراضي. عشان نعمل عشان نصلح الاراضي يا فندم ديت جيش من علماء
ان من مركز بحوث زراعيه، من الهيئه العامه للتعميم، من مركز بحوث الصحراء، من الجامعات المصريه بيشاركوا في محتاجة تضافر كل جهودنا علشان نعرف نعمل بالظبط المشهد تحليل الطاقه عشان الجميل نحلل التربه المحترم اللي احنا شفناه. بالظبط عشان نحلل التربه ونحكم عن التربه صح للزراعه ومش صح للزراعه. وفي النهايه بنوصل للرقم اللي احنا قلنا عليه ان شاء الله 500,000 دان زي ما قال معالي وزير الزراعه في الافتتاحيه اللي احنا كنا حاضرينها ان شاء الله، وان شاء الله متوقعين هيبقى حجم الانتاج 687,000 دان هيتروى على ميه المحسمه وميه مصر بحر البقر، بالاضافه الى بعض المياه اللي بتجي لنا ان شاء الله من بخارات السيول والامطار ان شاء الله. اشكر حضرتك. انا عاوز اقول لك النهارده كان في عندنا احتفاليه ب عندنا 230,000 فدان مشروعات الهيئه العامه للتعمير لاول مره بيتم توزيع عقود مؤمنه. كم عقد؟ انا كنت يعني حاسس السؤال ده مهم جدا. احنا كم عدد عندنا عندنا ان شاء الله عندنا 14,600 عقد ان شاء الله تم طباعهم بيتم طباعتهم في المجمع الوثائق المؤمنه. احنا وزعنا قبل كده 2000 وفي 1260 جاهزين للتسليم، والنهارده سلمنا 300 عشان يعني نقول للناس ان في تواجدات في سينا وفي ناس في سينا شغالين، وان الشغل ده ناتج عرق، وان لازم المواطن السيناوي والمواطن المصري يحس ان الدوله مهتمه بيه. عشان الدوله مهتمه بالمواطن بتعمل له عقد، عقد مؤمن. جميل. العقد المؤمن ده هو الوثيقه اللي بين المواطن وبين الدوله. بشكر حضرتك عشان يستفيد. نعم، شكرا حضرتك دكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية الزراعية. طيب